بسم الله، احنا اتفقنا ان احنا هنعمل تنفيذ الجملة على مرحلتين. المرحلة دي مرحلة تنفيذ، وتنفيذ اكزيكيوت ابديت يعني تنفيذ للانسيرت والابديت والديليت. تمام، يعني ممكن نعمل نفسنا كده انسيرت ابديت ديليت. تمام، هم دول الجمل اللي بتنفع معاهم اكزيكيوت ايه؟ اكزيكيوت ابديت. الريزيوت ابديت دي بتبقى فور الانسيرت والابديت والايه؟ والديليت كتعليق كده ليكم عشان ما تنسوش. طيب الحته الثانيه اللي احنا عايزين نعملها البريبيرد ستيتمنت ذات نفسها. عشان تعمل بريبيرد ستيتمنت لازم تكون متصله مع الداتابيز، تبقى فاهمه الداتابيز كويس وعارفه البيانات اللي مطلوبه. فانا هعمل فانكشن ثانيه غير دي. انا طبعا بحب اشتغل في الاوبجكت اورينتد بطريقه منسقه ومفصله، وكل فانكشن تبقى بتعمل عمليه واحده وواضحه وبسيطه، مش كومبليكيتد ولا حاجه. تمام، فاحنا هنعمل بابليك فانكشن، بس الفانكشن دي هترجع لك البريبيرد ستيتمنت، يعني هتجيب لك البريبيرد ستيتمنت، يعني هي بتريتريف لما تتنفذ بترجع لك الجمله الجاهزه بتاعت الاس كيو، وهنسميها بريبير ستيتمنت اس تي ام تي، جهز جمله. هنسميها كده جهز جمله، جهز جمله. المفترض انك تبعت لي امر اس كيو ال هنا. طبعا الامر اس كيو ال ده بيبقى سترينج. ايه الفكره؟ الفكره انت عشان تنفذ الامر هتقول لي انا عايز اجهز الجمله، هتقوم باعت لي جمله اس كيو ال اللي فيها انسيرت او ابديت او ديليت. تمام؟ وبعدين تدخل البيانات وتقوم باعتها هنا تتنفذ، يعني العمليه بتتم كده. اول حاجه هتكتب جمله انسيرت، انسيرت انتو التيبل المعين الفاليوز المعين او الفيلدز المعين، هتبعتها فانا هربطها لك مع الداتابيز وارجعها لك، ثم ادخل بيانات بعدين تنفذها. اهي احنا كده عندنا ايه؟ عشان بس تبقى الايه العمليه واضحه او تبقى مرتبه. طبعا انا عارف انها توضح اكتر لما نيجي ننفذها ونعملها تيست ونشوفها قدام عينينا بتتنفذ ازاي، لكن خلونا نرتب امورنا. تمام، انت المفروض تعمل ايه الاول؟ تكريت الاس كيو ال ستيتمنت، يعني انت بتكون جمله الاس كيو ال بتاعتك. تمام، بتكتب الاس كيو ال بتاعتك. تمام، وبعدين بتعمل ايه؟ بتبريبير الستيتمنت، يعني بتجهز الجمله. بتعمل ايه؟ بريبير يعني تجهيز، بريبير الستيتمنت بتاعتك، بتجهز الجمله بتاعتك. تمام، وبعدين بتاد الفاليوز to your statement، يعني بتضيف بيانات على الجمله. يعني لو كنت بعت لي جمله الانسيرت بس او السيلكت او الابديت او الديليت او الجمله، بعد كده تقول له جهزها لي، حلو. بعدين ترجع تضيف البيانات بقى، احمد، محمد، سعيد، كريم، فوزي، سيء كده. تمام، ورابع حاجه تقوم عامل ايه؟ اكزكيوت statement. دي الفكره بتتم على اربع خطوات كده. الفكره بتاعتنا هتتم على اربع خطوات، امتى؟ لما نيجي ننفذ. ده هنتسته، هنتست الخطوات الاربعه دول. لكن احنا بنجهز اثنين فانكشن، تكريت الاس كيو ال وتبعتها للبريبير، دي فانكشن بناديها. تضيف القيم وتبعتها للاكزكيوت، دي فانكشن بناديها، يبقى عندنا تو فانكشن، صح؟ يعني دي فانكشن جاهزه ثابته، ودي بتاعت التنفيذ فانكشن جاهزه. فانت هتكريت جمله الاس كيو ال طبعا على حسب، مره بتضيف الجدول ده، مره بتضيف الجدول ده، مره بتضيف بيانات معينه، مش قضيتي. لكن البريبيرد ستمنت ثابته، اي حاجه هي ثابته. بعد كده بتضيف القيم، مره بتضيف احمد، مره بتضيف محمد، مره بتضيف محمود، مره بتضيف، مش قضيتي. لكن في الاخر انت بتنفذها. فاحنا خلاص عملنا التنفيذ وادينا بنجهز في البريبيرد ستمنت اللي هي دي. هتبعت لي المفترض جمله اس كيو ال، وانا هرد عليك المفترض بريبيرد ستيتمنت بجمله جاهزه كامله.
بجمله جاهزه كامله ومستعده لاضافه الايه؟ ومستعده لاضافه البيانات. ازاي بنعمل جمله كامله؟ هقول له prepare prepare statement وهنسميها STMT زي ما احنا متعودين. STMT اختصار. هجيبها ازاي بقى البريبيرد ستمنت اللي بتساوي ايه؟ لازم بتروح على الكونكشن بتاعك. فاكرين ما بنعمل كونكشن؟ فاكرين الكونكشن بنعمله كنا بنريترن ترو او بنريترن فولس؟ لا، ده الكونكشن ده اللي احنا سميناه سي او ان ان، ده اللي فوق ده الجميل ده، هو اللي يقدر يكريت لك الستمنت. يعني لو قلت له كونكشن اللي هو الاتصال بالداتابيز، تمام، اقدر اقول زي ما انتم شايفين كده، اقدر اقول له جهز لي جمله. فالكونكشن ده يقدر يجهز لي الجمله اللي احنا عايزينها. فانا قلت له بريبير ستيتمنت. تلاحظوا ان هو قال لو هتلعب بريبير ستيتمنت قال لي ابعت لي اس كيو ال. قلت له ابعتها لك. قلت له ادي الاس كيو ال اللي هي اصلا احنا سميناها اس كيو ال، بعتها له. هو بقى كده هيجهز. يعني ايه من الاخر؟ يعني الفكره كده بالراحه تاني، يعني انت عشان تقدر تبقى تخلي الجمله جاهزه للتنفيذ على الداتابيز، لازم الداتابيز اللي هو الكونكشن بتاعي، لازم الكونكشن هو اللي يجهزها لك. اكنك بالظبط عايز تعمل ايه؟ عايز انا الجافا وانت الداتابيز، وانا عايز اقول لك ايوه يا محمد جهز لي شحنه او ابعت لي الطلبيه او اي حاجه. مين اللي يقدر، مين اللي هيخليك تعمل ده؟ الكونكشن اللي على الداتابيس، الاتصال اللي موجود على الداتابيس. فالكونكشن ده اللي هو الاتصال اللي انا فتحته ما بيني وما بينك، هو ده اللي من خلاله فيه بقى اقول لك نفذ عمليه، اعمل لي كذا، هات لي كذا، اعمل لي كده. فالكونكشن ده هو قلت له بريبير ستيتمنت، جهز لي الجمله، قال لي اديني اس كيو ال، اديته اس كيو ال، قال لي خلاص. فكده الاس ام الاس تي ام تي دي هتبقى جمله جاهزه للعمل، هي جمله جاهزه للعمل. احنا ممكن نعمل له كده، نقول له ريتيرن على طول بدل ما نعملها جوه فاريبل وبعد كده نبعت الفاريبل، ممكن نقول ريتيرن على طول الكونكشن تو بريبير ستيتمنت. زي ما عملنا على طول هو ريتيرن التنفيذ، نتيجه التنفيذ. هنا برضه نفس الكلام، ممكن اقول له ريتيرن الكونكشن تو بريبير ستيتمنت. يرجع لي نتيجه البريبير ستيتمنت، احنا عارفين البريبير ستيتمنت بترجع ايه؟ طب انا مش فاهم، مش عارف. اقف عليها كده وهو يطلع لك نوت. اقول لك والله البريبير ستيتمنت دي اللي هي بتاخد اس كيو ال بترجع لك حاجه اسمها بريبير ستيتمنت، بترجع لك حاجه اسمها بريبير ستيتمنت. يعني بترجع لك حاجه تخص تنفيذ الجمله، تمام، بترجع لك البريبير ستيتمنت اللي احنا قلناها نوم، تمام. طب امال انا معلم عليها ليه؟ معلم عليها هنا ليه؟ طيب بص هيقول لك خد بالك حط تراي كاتش لان ممكن تضرب، وانا بجهز الجمله كونكشن مش مظبوط، كونكشن مش فاتح، حصل حاجه كده، حصل حاجه كده، الجمله مش مكتوبه صح بتاع الى اخره، ممكن يضرب باسباب كتير. قلت له خلاص لفها لي بتراي كاتش اهو، لفها قال لي الجمله اهي وهعملها لك بتراي كاتش. فبس بقى ثروبلز اقول له يس، قال لي طيب هتعمل ايه لو كان في ايرور؟ طبعا المفروض يرجع بريبيرد ستيتمنت. اقول له ريتير ايه بقى؟ طبعا المفروض ان هو ضرب يعني، صح؟ فقلت له خلاص لو ريتيرن نول رجع فاضل، يبقى لو الجمله طلعت سليمه هيرجع لي البريبيرد ستيتمنت اللي ظبطها. لو الجمله ضربت او ما قدرش يعمل بريبير يبقى هيرجع نول، يبقى هيرجع لي فاضل. فانا على طول لما اقول له بريبير ستيتمنت ببعت له الجمله، لو رجع لي نول نتيجه نول يبقى عرفت ان في ايرور حصل. لو رجع لي البريبير ستيتمنت اقدر اكمل، تمام. دي الفانكشن بتاعتي. طبعا ممكن يكون في دماغك لسه الموضوع لافف، مش مشكله، لان احنا فعليا ما كملناش السايكل، ما كملناش الموضوع، احنا جهزنا بس البريبير ستيتمنت الفانكشن دي، وجهزنا بس الاكزكيوت ابديت اللي هي الاكزكيوت دي، لسه الاس كيو ال ما اتعملتش والاد فاليوز ما اتعملتش. ليه ما عملناش دول؟ لان دول مش ثابتين، دول ثابتين خلاص هيفضلوا طول عمرهم كده، ما عندناش فيهم مشكله. عندك وعندي وفي اي بروجكت هم دول كده خلاص، انت ماشي على نفس اللوجيك ده مش هيتغيروا. لكن جمله الاس كيو تتغير مره، انسيرت مره، ابديت مره، ديليت مره،
مش عارف ايه مره في التيبل ده مره في التيبل ده بتتغير. وكذلك القيم اللي بتضاف مره محمد مره احمد مره سعيد مره فبتتغير، ولذلك ما حطيتهمش كاصل من الاصول اللي بتتعامل مع الداتابيس. طب ماشي التو فانكشنز جهزوا بالتو فانكشنز انت فاهمني ما فهمش غير واحده بتكسوت ابديت والثانيه بتقول له يا كونكشن جهز لي جمله، فما فيش اصلا كود يعني ما يغركش عامل تراي كاتش وبتاع الشغل ده هو ربع سطر يا ستيتمنت يا انفذي يا كونكشن نفذ لي الجمله. يعني بالاخر الكونكشن هو اللي جهز لي الجمله وبعد كده الجمله هي اللي بتنفذ على الداتابيس. يعني ماشي مراحل مراحل، الكونكشن اللي هو عملناه قبل كده خلاص جهزناه، بعد كده الكونكشن جهز لي الجمله، بعد ما الجمله جهزت اقول له يا جمله نفذ الابديت على المرحلتين. طيب عشان العمليه توضح اكتر تبدا تبقى الرؤيه تبان قدام عينينا هنبدا نعمل ايه؟ نتست معانا اثنين فانكشن عايزين ننفذ جمله انسيرت او عايزين ننفذ جمله ابديت او عايزين ننفذ جمله ديليت، عايزين نتست نجرب الكلام ده شغال الجمله التو فانكشنز دول شغالين ولا لا ونكمل الاربع خطوات بتوعنا. تمام؟ طيب طبعا اديني بقى كده اهو ان الاو دي بي بتاعنا ده يمشي مع، يعني انتوا تقريبا بتنقلوه ما بتالفوش فيه طالما انتوا ماشيين على نفس اللوجيك بتاعه، يعني تقريبا ممكن ما تلاقيش ولا حاجه هنا متغيره غير اليوزر نيم والباسورد واسم الداتابيس بتاعتك واسم الداتابيس بتاعتك. لو انت ماشيين برضه عامل ورايا نفس اسم الداتابيس ونفس اليوزر نيم والباسورد هتلاقي ان اللي في الاخر الكلاس ده ما بيتغيرش انه نفس اللوجيك بتاعك، بس انا بشرحه وبكتبه قدامك عشان تستوعبه. في اي اسئله يا شباب ولا نبدا نتست؟ لا تمام يا دكتور. طيب